نظم ناشطون شباب بمبادرة معا للحد من حوادث السير وقفة احتجاجية بقرية الغشوات الواقعة غربي العاصمة نواكشوط، وذلك بعد يومين على وقوع حادث سير خلف مقتل أب وأم ورضيعة. وانتقد سكان القرية ما وصفوه فساد الطريق من قبالة قريتهم، فيما حث الناشطون بالمبادرة السائقين السالكين للطريق على التخفيف من السرعة، وطالب السلطات بإصلاح الطريق. التفاصيل في التقرير التالي. شباب موريتانيون وفاعلون في المجتمع المدني ضمن مبادرة معا من أجل الحد من حوادث السير بمشاركة بعض سكان قرية الغشوات 90 كيلومترا شرقي نواكشوط، ينظمون مسيرة بالقرية يومين بعد حادث سير روع السكان وجدد هاجسهم المستمر من حوادث السير. وأكد السكان أن الطريق من قبالة قريتهم فاسد. هذا البيت اللي فطاني من قد القرية، كل نهار كل نهار أقل وقليل 7 وتات 8 وتات 5 وتات يخسروا بيهم. هذا البيت ما هم عالين بيه، وينشقوا كراعين في البيت ويسبب انزلاق للسيارة. أما الشباب وأصحاب المبادرة فركزوا على حث السائقين على تخفيف السرعة ووزعوا قصاصات تتضمن إحصائيات حول حصيلة حوادث السير خلال فترات مختلفة، مطالبين السلطات الموريتانية بإصلاح مقطع الطريق المار من القرية أو وضع فرقتين أمنيتين شرقها وغربها لتنبيه السائقين. ونأمل من السلطات أن على الأقل هذه الحفر اللي عند الغشوات واللي هي اللي مسبب الحوادث انها على الاقل يا الله هو تعدل بشكل سريع، ولات ما هي معدله ولا عندهم امكانيه انهم يعدلوها. يحاولوا انهم يجيبوا حكمتين، واحده في بدايه الغشوات الناحيه الشرقيه والناحيه الغربيه، ينبهوا السيارات انه المنطقه انها منطقه خطيره انها تسبب الحوادث. ويوجه هؤلاء الشباب رسالة خاصة إلى وزير التجهيز والنقل الموريتاني بضرورة إنقاذ أرواح الموريتانيين وتوفير سيارات إسعاف في النقاط الخطرة من الطريق، مستلهمين قصة الطفلة التي أنقذها سكان القرية من الحادث فلفظت أنفاسها بسبب غياب فرق إسعاف جاهزة. لان هاي الطفله الرضيعه اللي خالت بعد 4 ساعات ما كانت حداها سياره اسعاف تنقذها، نقذوها مشاو بها القريه لوادي الناقه. نحن هون نوجه رساله خاصه لوزير التجهيز والنقل ونقول له خدمه النظام انه يخدمه من خلال الطرق ومن خلال الحفاظ على سلامه المواطنين. روائح زيوت السيارة المنكوبة لم تفارق المكان بعد يومين من الحادث الذي أفقد المواطن الموريتاني إبراهام وزوجه وصغيرتهما حياتهم، وقد كانت فرصة إنقاذ الأخيرتين قائمة، أو هكذا يقول السكان وتقول هيئة السيارة، فالمقعد الذي كان يستقلان لم يتأثر كثيرا، شأنه في ذلك شأن عجلات السيارة وقطع مختلفة من غيارها. في هذا اليوم الحار وبعد يومين من حادث السير الأليم والذي سقط فيه 3 أشخاص، اختار هؤلاء الشباب أن ينظموا هذه الحملة من أجل الحد من حوادث السير. محمد أحمد الخوية، المرابطون، قرية الغشوات، غربية بوتليميت. إلى شان